والصلاة والسلام على رسول الله سيدي صلى الله عليه وسلم. اللهم افتح لنا أبواب الخير، اللهم افتح لنا أبواب الخير، اللهم افتح لنا أبواب السعادة، اللهم افتح لنا أبواب السلامة، اللهم افتح لنا أبواب الهدى، اللهم افتح لنا أبواب البركة، اللهم افتح لنا أبواب الرحمة، اللهم افتح لنا أبواب الرزق. آمين آمين. اللهم افتح لنا أبواب الرزق، اللهم افتح لنا أبواب الرزق، اللهم افتح لنا أبواب الجنة، اللهم افتح لنا أبواب الجنة، اللهم افتح لنا أبواب الجنة، يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين، وفرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين، فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين، فرج على المسلمين وفرج علينا خاصة. آمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا دعوناك ما أمتنا فاستجبنا يا إلهنا كما وعدتنا إنك لا تخلف الميعاد. اللهم إنا دعوناك ما أمتنا فاستجبنا يا إلهنا كما وعدتنا إنك لا تخلف الميعاد. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام، برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا عزيز يا غفار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.